عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. بون الفيديو متاع اليوم مش باش يكون هكا ضحك ولعب وكم سي كيف ما تعودنا، مي اون فيت باش نحكي على سيتوياسيون متاع برشا عباد انا عشتها، انت تعيشها، تنجم تعيش انت، يعيش اختك، يعيش اخوك، صاحبك، الناس الكل باش تعيشها. سي كي سور السوجي هذا باش ينفع برشا عباد. اون فيت باش نحكي انا معناها من قلبي مش من مخي، فهمت اللي باش نحسه واللي حسيته ديجا قبل باش نحكيه. فكر قبل ما تحب، وفكر قبل ما تصون، وفكر قبل ما تحط في العينين، وفكر قبل ما تحطه في قلبك، فكر قبل ما تخرج معاه، وفكر قبل ما تشده من يده، فكر في كلامه، وفكر في تليفوناته، واعرف اهدافه شنية. عمرك ما تعطي روحك بالسهل. الدنيا هذي تبدلت والمشاعر والاحاسيس مشيت مع الايام. من التسعينات نجم تقوله فات، ومن بعد الثورة تقلبت الناس كل، ولا عندك تسوى ما عندكش ما تسويش، ولت العباد تشوف في رواحة دينار تمشي على ساقيك. كان عندك صاحبك أخوك، كان ما عندكش ما تسوى حتى شي في باله. طفلة أنثى شنية باش تعرف أنثى عليه؟ إنك باش تبني حياتك معاها، وإنك باش تحبها، وإنك باش تربيها، وإنك باش تحطها في قلبك، إنك باش تصلح لها الغلطة متاعها وتشكلها كيف ما تحب أنت. هي تطاوعك وتوثق فيك وتحسبك راجل وسيد الرجال، تعادي دارهم وتعادي أصحابها وتبدل من الامبلوان تاع حياتها كومبليتمون. تتقلب الطفلة ذيك على خاطرك، مش خاطر حبتك، اما خاطر حبت الرولاسيون بتاعكم تنجح، وامنت بيك ووثقت فيك. هي مخ نظيف وانتي خمشت مخك، هي عندها ربي وانتي عندك افعالك. الايام الدور سهل برشا، هي تحزن ايامات وتبكي شهور وتنسى، ويجيه سيد الرجل وينسيها، اللي يفهمها ويقدرها واللي باش يحسمها مرأة. وانتي تلقاك من طفلة لطفلة، على كل طفلة تلعب بيها ماشي في بالك ربحت حاجة، وانتي تربح في الدعاء. واليوم على بنت الناس وغدوة على أختك، واليوم على بنت الناس وغدوة على بنتك. الدنيا هذه أفعال، وربي سبحانه وتعالى ما يفلت شيء. كل شيء يتقيد، كل شيء يتقيد، كل شيء يتقيد. ركز فيها، به عملت يتقيد، خايب عملت يتقيد. بنت الناس ضحية وأمانة بين يديك. كان عندك طفلة معاك ولا عندك طفل معاك، حبه واخزر للبيه اللي فيه، واخزر للوقات الحلوة، واخزر ليامات، وما تخليش كلام الناس يفرقكم، وما تخليش طفلة أخرى تبعدك عليها ولا الطفل الآخر يبعدك عليه. آمن وثق فيه وحسبه هو الكل في الكل، وآمن بها وثق فيها وحسبها مرة ولا تنساه. دللها باللي عندك وقرر لها باللي عندك، وقل لها يا بنت الناس راهو في حالي هكا وهكا وهكا، وهذا كل قبل ما تحلوا العلاقة مع بعضكم، وقبل ما تقرروا انكم مش تعملوا لاسيون في سيال. قلها راني انا مستعد لهذا وهذا وهذا وهذا، اسكو انت باش تقف معايا في المحنة هذه، باش تحط يدك في يدي ونقفوا مع بعضنا ولا؟ كان وافقتك غمض عينيك وقدم خطوتين لقدام وقول الحمد لله، خاطر 50% من حياتك ربحتها، خاطر 50% من حياتكم من أصعب المراحل ربحتها. خمم في المرأة ذيك، انت عمر 50 سنة هي معاك، انت أول حفيد يجيك هي معاك، أول بيبي يجيك هي معاك، هي أمه وانت أبوه، وانتم العائلة مع بعضكم. خمم المرأة باش تقعد معاك في فرشك، والمرأة اللي باش تبكي عليك بعد أمك، وباش تداويك، وباش توكلك، وباش تعمل لك كل شيء في وسع بالها بعد أمك. المرأة هذيك أمانة بين يديك، رد بالك تبدلها. قول واشرف سفير المرأة التونسية، قول واشرف اللي تقول، أما كلامي متأكد صحيح وباش يحسوه برشا. نقولوا هاك لعبت، ونقولوا هاك زنيت، ونقولوا هاك كذبت، ونقولوا هاك تمنيكت، وبعد شنية صورت تلقى حياتك تتحرق مرحلة بمرحلة، وتلقى روحك ماك مصور شيء، مضيع الدنيا ومضيع الآخرة. ما تنسهاش يا المتعدي على زرعة ثنية، زرع الناس زرعك في الثنية. هذه قالوها ناس بكري، وهذه نطبقوا فيها احنا توا. نقول لك يا بنت الناس رد بالك، والراجل ما عنده ما يخسر في عينيه، ما يدريش على الدنيا وش فيها وخفاياها وأسرارها. وانتي خليك وتمتع بصغرك، وعمرك ما تحرق مراحلك. احسب الدنيا كالدروج، نجمس انتي عندك دروج بعشرة درجات تنقزوا ما هو باش تتكسر، لازم تتعدى درجة 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 هكاك ترجع في حياتك وتربح. وكلمتي نعودها ونقولها بالسيفنا عليك، واللي تربى راجل عمره ما يخون. والله والله والله.